السلام عليكم، انا ابراهيم اسامه. الفيديو ده تكمله للفيديو اللي هو ابلكيشن اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. في الفيديو هنتعلم النهارده ازاي نعمل ادلي منيو. ده كان الابلكيشن اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. اول ما بتعمل كليك بيتبقى لاف ويندوز 8، عاوزين نعمل المنيو بتاعت نشوف الابلكيشن تبقى كويسه. في الابلكيشن بتسهل حاجات كتير قوي لليوزر. نيجي عند البلانك بيج، هنا هاجي في الكنترولز، ممكن اعمل دراج ودروب ليها على طول، الاقي في حاجه اسمها الابور، بس انا هكتبها في الكود. يعني كل واحد بيفضل طريقه، بس انا هعملها بالطريقه الصعبه. هنيجي هنا هعمل بيج دوت بوتون ابور. هو طبعا الابور بتاعتي تبقى موجوده فين؟ موجوده في البوتن اكيد، مش هتبقى يعني مش هتبقى موجوده على اليمين او على الشمال. هو مفيش غير بوتن، يعني مفيش رايت مفيش ليفت او اي حاجه. نعرف هنا ابور هنسميها مثلا اكس نيم، مثلا ابور، ومثلا البندنج بتاعها نقول مثلا 0 10 10 0 10 على 0 على 0. نقفل. انا عملت الابلكيشن بورد بتاعتي. طبعا نعرف انا كده حطيت الابلكيشن. عاوز اعمل بقى احط اللاي اوت بتاعتي، يعني اظبط كل حاجه، كل البوتنز بتبقى موجوده فين، موجوده ازاي، موجوده بالظبط فين في اللاي اوت، في الاب بورد بتاعتي، في اللاي اوت بتاعت الاب بورد. فانا هعرف جريد وجوه الجريد هعرف ستاك بانل. ستاك بانل هو بانل بحط فيها، يعني اول ما بوتن بيخش ورا اخر حاجه. يعني مثلا هحط ليبل، بعد كده بوتن، بعد كده بوتن، تلاقي الحاجات محطوطه ورا بعض على طول بالترتيب. انا هخلي الاورينتيشن بتاعها هوريزونتال، طبعا مش ينفع فيرتيكال عشان انا عاوز احط الابلكيشن تبقى موجوده زي التاسك بار اللي موجوده تحت. فانا عاوز اخليها هوريزونتال، وقول مثلا الهوريزونتال الاينمنت مثلا رايت اللي هي على الهوريزونتال بتاعت على رايت. وجوه الستاك بانل ممكن اعرف البوتنز بتاعتي. انا هنا باي ديفولت عملت كوبي، كنت عامل كوبي قبل كده للبوتن موجوده. تعال نشوف، بعرف بوتن عادي خالص والنيم بتاعه والهوريزونتال الاينمنت هو ناحيه اليمين. تعالوا هنا نشوف الحته دي الستايل بتاعه. انا لما بحط ابلكيشن عادي، سوري بوتن عادي، هو باي ديفولت بينزل بالشكل المربع بتاعه. طب انا عاوز اخلي البوتن بتاعي شكله زي شكل الديفولت بتاع المنيو، بتاع منيو باور بوتن. فانا هنادي على الستاتيك ريسورسز، هي الريسورسز اصلا الموجوده اوريدي موجوده، مش انا معرفها. الستاتيك ريسورسز حاجات موجوده اوريدي موجوده في الابلكيشن. هقول للاب بورد بوتن ستايل، انا عاوز الستايل بتاع الابلكيشن، الستايل بتاع البوتن بتاعي يبقى زي نفس الستايل بتاع الاب بورد بتاع البوتن الاب بورد. والكونتنت بتاعه اللي انا هسميه اكزيت. طب انا دلوقتي عرفت فيه كل حاجه بس ما عرفتش ليه ايفنت. فهقول مثلا كليك، هعرف ايفنت كليك، هعرف ايفنت هاندلر، واجي مثلا هنا عند ده تاني بوتن. نفس الكلام برضو اللي عرفته في البوتن اللي فوق هعرفه هنا. هاجي عند الستايل هلاقي برضو نفس الكلام، ستاتيك ريسورسز الاب بورد البوتن ستايل، والكونتنت بتاعه مثلا نسميه بلس 1. هنا هعمله بيعمل انكريمنت للحاجات، هو اسمه مثلا هنسميه مثلا انك بوتن، ونقول مثلا كليك نعمل ايفنت هاندلر. ونروح بقى في الكود السي شارب، الكود اللوجيك بتاعنا، نشوف ايه الخطوات اللي احنا هنعملها في الايفنت. انا مثلا عاوز اعمل اكزيت، هعمل مثلا ابل اب دوت كرنت دوت اكزيت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اول ما هيعمل كليك على المنيو بتاعتي هلاقي الابلكيشن بتاعي اتقفل. تمام، دي في الاكزيت بوتون كليك. تعالوا نشوف الانكريمنت بوتون. انا مثلا هعرف مثلا انتجر اي مثلا ايكوال 1، وهقول لما تعمل كليك افضل اعمل انكريمنت للانتجر ده. هقول مثلا اول ما اعمل كليك عليها هقول مثلا نيبل
dot text equal ال i dot toString. تمام. وبعد كده اعمل increment لل integer، هقول ال i plus plus. كده انا عملت add لل two buttons بتاعتي. تعال نشوف نتست ال application على local machine عندنا. نعمل run ال application. الابلكيشن بيشتغل اهو. اعمل رايت كليك هتلاقي البوتنز اللي انا حاططها موجوده. شكل البوتنز هنا في الاكزيت هتلاقيه دايره، وفي البلس 1 هتلاقيه دايره. تعالى مثلا ندوس بلس 1 هتلاقيه بيعمل انكريمنت. هنا هتلاقيه الارقام بتزيد بلس 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 بلس. وهنا اكزيت عشان ايه؟ عشان نخرج من الابلكيشن. تعالى نرجع للديسكتوب للفيجوال ستوديو تاني. طب انا دلوقتي يعني طب عاوز اغير الستايل بتاعي، عاوز اخلي مثلا الستايل بتاع البوتن بتاعي مربع. هاجي هنا عند الستايل هشيل الستايل خالص. ونشوف نعمل ران للابلكيشن بتاعنا، او ممكن نشوف في الديزاين على طول. نيجي هنا نوقف على الحاجة. الابلكيشن بور اهو، الابلكيشن بور هنلاقي البوتنز هنا بقت مع مربعات. تعالوا نعمل رن للابلكيشن. هنا هلاقي البوتنز مربعه. ممكن طبعا اختار اي ستايل، او ممكن انا اعمل اديفاين الستايل بتاعي في الابلكيشن، مش لازم اختار ستايل اوريدي موجود. ده لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. في سلسله الفيديوهات انا قلت ايه المين كونسبت عشان تعمل مترو ستايل اب يوزنج سيلفر لايت وسي شارب. ان شاء الله الفيديوهات الجايه هيبقى بيزكس برضو كده بال HTML والجافا سكريبت، ازاي نعمل هالو وورلد بالجافا سكريبت وال HTML. وبعد كده هنخش في مواضيع اكثر تعقيدا في الويندوز 8. شكرا.